الصالون هذايا في نسخته الرابعة مش سقط تقريبا 7000 زائر من البعثين الجدد. هذو مش يجيو باش يتعرفوا على تقريبا 56 عرض لمختلف الحلول في قطاع المساندة، الإحاطة، التمويل. باش يجيو يتعرفوا على آخر الحلول والخدمات اللي يقدموها في يومين وفي مكان واحد. الزائرين هذوما زاد كيف كيف مش ينجموا يحضروا لورشات تقنية وعلمية باش يتعرفوا على تقنيات إحداث المؤسسات وتطوير المؤسسات. عندنا كذلك برنامج ثري في المحاضرات اللي يتمثل في عديد من الشبان الباعثين الشبان اللي بيجي يحكيوا على التجربة نتاعهم. تعرف اليوم التجربة هامة برشا لأنه تنجم تعطي موجات إيجابية وقوية للشباب اللي يسمع في الحكاية هذه. فجبنا العديد من الباعثين باش يحكيوا على التجربة نتاعهم. وعندنا زادة بالمناسبة زوز مسابقات هامين باش يتم الإعلان على أفضل أفكار المشاريع في إطار جائزة الريادة في الأعمال، وكذلك مش يكون مش نعطيه زاد أحسن أفكار ولا المشاريع في إطار مسابقة الريادة أكاديمي تشالنج. المشاركة نتاعنا في الايفينمون هذا في الصالون هذا خاطر لقينا اللي الشركاء الكل ماشيين في نفس الاستراتيجيه نتاع ان نعطيو للشباب الثقه في انه يعمل على روحه، في انه ترجع له الثقه في نفسه باش يقول نجم نعمل حاجه وحدي. نحن هنا اون لاكومباني، الشركاء الكل اللي موجودين ورايا موجودين باش نرجعوا له الثقه هذيك وباش نخليه يخدم. مسمار في حيط وعقلية مسمار في حيط ما عادش تنجم توصل لحد شيء. اليوم كان ما تعملش على روحك وتقول النجم نوصل وحدي وحدي بين قوسين، راه خاطر كان انت بالحق واثق من روحك والظروف سهل. اليوم الظروف ما عادش نحيروا فيها المقطع. المشكله في التكوين ولا المشكله في الفلوس ولا المشكله في الوقت، هذيك ما عادش مشكله. انا سبونسر اوفيسيال دو سالون دونتربرونيريا دون سا كادريم اديسيون. الحقيقه احنا كومباني سو سالون دوبوي سا بروميير اديسيون. هذه الحاجه الاولى. الحاجه دونك جديده السنه سي بلوتو خليني نقول لك l'association bien la présence de la fondation BNA pour le sponsoring des deux concours Startup Tunisia Awards et Riyada Academy Challenge. Donc ce sont deux concours destinés à la post-création d'entreprise ou pré-création d'entreprise. Donc la fondation BNA elle a été créée pour donc la concrétisation et la mise en œuvre de la stratégie RSE de la banque. Parmi les principaux axes de la stratégie RSE de la BNA, c'est l'entrepreneuriat et le développement régional. Ce que fait aujourd'hui TPM, l'opportunité d'aider la tête de TPM, c'est une très belle initiative qui s'articule autour de cette stratégie RSE de la banque. Et avec Alès, la présence est très importante dans ce salon. ظهرت للعيان وأنه هذا أكبر إيفينمون يعنى ببعث المشاريع وبالإحاطة بالباعثين، وفيه براتيكمون لي زاكتور الكل نتاع المنظومة نتاع بعث المشاريع في تونس، فما نجموش نغيبوا عليه. وإحنا كما تعرفوا البنك نتاعنا تولي أهمية كبيرة للإحاطة بالبعث، وهي تمول المشاريع الصغرى والمتوسطة، إذا هي في صميم الموضوع هذا، وتوفر الإحاطة والمساندة للبعث. هذاك دور كبير ومهم، كون الإحاطة والمساندة مهمة جدا وضرورية بالنسبة لبعث المؤسسة الصغرى والمتوسطة باش ينجح. الوجود نتاعنا باش يكون على كافة مكونات الصالون، باش يكونوا موجودين في البلينيير، باش يكونوا موجودين في الورشات، باش يكونوا موجودين في لي كونكور باش تعملوا بور لو شوا دي ميور بلان دافير، وباش تكون لنا فرصة احنا باش نعرفوا بالمنتجات الجديدة وبلي نوفوتي نتاعنا اللي في الفترة الأخرى معناتها صحنا فيها اتفاقيات ولا التوجهات الجديدة نتاعنا فيما يخص تمويل التوسعة نتاع المؤسسات اللي تنشط، وإلا تمويل إسناد معناتها قروض مساهمات اللي هو يعتبر منتوج مميز يميز بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة.